ليش ما طفت على الكرسي متحرك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكان في وسعي أطوف بيدي بفضل من الله. بصراحة استحيت من ربي أطوف على كرسي، والله منعم علي بقوة يدي. أجمل وأروع شعور لما لمس كفي أرض الحرم الطاهرة، قشعر كل جسمي كأنه كهرباء دخلت فيه وقوة سرت بعروقي، كنت قريب من أرضه وروحي في سماه. حسيت نفسي أني أطول الطوافين قامة مع صغر جسمي، حسيت جسمي كمل، فقدت إحساسي بالبشر، ما كنت أشوف حد، كأني أطوف حول الكعبة بنفسي. كنت مطمئن، ما كنت خايف من حد يدهسني، لأني كنت في حماية رب العالمين ثم أمن الحرم اللي ما قصروا معي. دعيت بقلبي وعقلي ولساني وكل جوارحي، دعيت ربي وشكرته وحمدته على نعمة وقوة يدي اللي لمست أرضها الطاهرة، وكل النعم الظاهرة والباطنة اللي أنعمها علي.